يا عز، كيف الواحد يصبر نفسه؟ بالدعاء تذكر قول الله عز وجل ويجوب ان ربه اني مسني الضر وانت الرحمة. تكملت الآية فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل الله العافية. فقال العباس: مكثت قليلا ثم جئت فقلت له: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله على نعمة العافية. الحمد لله. الله يسعدك يا أخي. آمين. والله أني أحبك وأنا بعد.